معاكم سريعا لأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. أخبار الرياضة، القيعي يعيد أمجاد فلافيو وجلبرتو، جيرالدو صاروخ جديد في نادي القرن. الأخبار، الأحمر يضم الأنجولي جيرالدو لمدة 4 سنوات ونصف بعد منافسة مع الترجي. أخبار الرياضة، رهان على الصفقات الشتوية، الأنجولي جيرالدو في القلعة الحمراء، محاولة أخيرة لضم الشحات ورمضان يقترب بقوة. الجمهورية، رمضان يقترب وحسم موقف الشحات بعد المونديال. الأهرام، الأهلي يدخل معسكر مغلق والفريق من ملعب النجوم لأثيوبيا مباشرة. المدير الفني، سجلنا 2 من 9 فرص صريحة ومباشرة أمام جيما. الأخبار المسائي، القوة الضاربة للأهلي تكتمل خلال 10 أيام والفريق يستعد للنجوم. روز اليوسف، أزار ومعلول وفتحي ينتظرون القرار الفني. يوسف، تركيزنا في النجوم وتمنيت التأهل لدور الـ16 بأفريقيا من اسكندرية. المصري اليوم، فحص طبي للشناوي وعاشور قبل مواجهة النجوم. الوفد، الكفراوي رئيس للبعثة في رحلة إثيوبيا، الأهلي يعدل لائحة أفريقيا ويوسف ينتقد إهدار الفرص السهلة أمام جيما.